السلام عليكم يا شباب، معكم مهندس عمرو. يا رب تكونوا بخير. معانا درس كده النهارده خفيف كده ان شاء الله، حاجه لايت كده خالص. درس بخصوص كاميرات المراقبه، تمام؟ يعني عنوان الدرس ممكن تقول ان هو مثلا ازاي بختار كاميرات المراقبه عندي في المشروع، تمام؟ او ممكن تقول ازاي بستلم مثلا من المورد كاميرات المراقبه اللي هو هيجي يعرضها عليا، ازاي هستلمها منه. او مثلا ممكن يكون بعنوان ممكن يكون بعنوان ايه مثلا، اختيار كاميرا المراقبه عموما، تمام؟ او ايه الحاجات اللي انا بركز فيها وانا بختار كاميرا المراقبه. او ممكن تقول مثلا الابليكيشن ده محتاج كاميرا عامله ازاي، او ايه المواصفات اللي انا محتاجها في الكاميرا اللي هتحط في المكان ده، لان المكان ده يعني بتختلف، ممكن المكان ده يمشي معاه كاميرا بالمواصفات الفلانيه ما تنفعش معاه كاميرا ثانيه، تمام؟ الموضوع بسيط سهل. ممكن تقول بمنتهى البساطه كده احنا هنقرا مع بعض كتالوج كاميرا، تمام؟ هنشوف ايه الفيتشرز الموجوده في الكاميرا، تمام؟ وهنشوف احتياجنا ليها في كل ابلكيشن بيبقى عامل ازاي، تمام؟ بحيث ان انت مثلا ممكن المورد يجيب لك مثلا كاميرا معينه، تقول لا والله هحتاج عندي فيها مثلا اضاءه قويه، الاضاءه القويه دي عايزه مثلا حاجه معينه في الكاميرا، عايزه مثلا الوايت دايناميك رينج يكون برقم معين ما ينفعش تقل عنه، تمام؟ مثلا الفيديو كومبريشن، مثلا ممكن يجيب لك فيديو كومبريشن، الحاجات دي هنشوفها مع بعض. انا بديك امثله يعني ايه يعني لفايده الدرس يعني، تمام؟ الفيديو كومبريشن مثلا انت ممكن تقول له لا والله انا الرقم ده مش مناسب بالنسبه لي، انا عايز رقم اعلى من كده شويه، لان انا بخزن فيديوهات لوقت طويل، فانا عايز فيديو كومبريشن رقم يكون اعلى شويه زي كده يعني، تمام؟ هي شويه فيتشرز كده هنشوفها مع بعض واحنا بنشتري الكاميرا او واحنا بنستلمها من مورد، او زي ما بنقول ايه هنقرا كتالوج كده بتاع كاميرا مع بعض، ونشوف كل حاجه في الكتالوج ده بتعبر عن، تمام يا شباب؟ اول حاجه انا بشتري كاميرا بعيدا عن ان هي انالوج او اي بي، سواء انالوج او اي بي، تمام؟ في طبعا حاجات مش موجوده غير في الاي بي، بس احنا هنتكلم عن الكاميرا عموما، اي كاميرا مراقبه عموما، تمام؟ طبعا الدرس ده يندرج طبعا تحت نظام السي سي تي في، كاميرات المراقبه طبعا الناس كلها عارفاه، تمام؟ اول حاجه مثلا وانا بختار الكاميرا، او اول حاجه بشوفها فيها الكاميرا دي داخليه ولا خارجيه، تمام؟ اول حاجه الكاميرا دي اندور ولا اوت دور، تمام؟ ليه؟ عشان الاي بي، الاي بي بتاعك يعني. الاي بي بتاع الكاميرا ده بيحدد اذا كانت الكاميرا داخليه داخلي ولا خارجي. يعني ايه داخلي ولا خارجي؟ داخلي يعني جوه المبنى، في طرقه، في جراج، جوه غرف مثلا، لو في جوه غرف مكاتب مثلا او كده. خارجي اللي هي فين؟ الشارع، معرضه للحراره، معرضه للشمس، معرضه للاتربه، معرضه للغبار، للدست، تمام؟ فطبعا الاي بي بتاعها بيفرق. فطبعا دي انا بحددها حسب الابلكيشن. لو انا هحط الكاميرا دي في مكان مقفول، في طرقه او كده، مكان مش معرض للشمس ومش معرض للاتربه والغبار وكده، واجيب كاميرا اندور، والله هحطها في مكان بره، واجهه عماره، واجهه فندق، تمام؟ بجيب كاميرا ايه؟ بجيب كاميرا اوت دور، تمام؟ طبعا بتفرق في السعر. فده عندي ايه؟ دي اول حاجه بسال عليها في الكاميرا، تمام؟ اذا كانت اندور او اوت دور، تمام؟ فبسال على الاي بي. ماشي يا شباب؟ تمام يا شباب. تاني حاجه بسال عنها في الكاميرا، او تاني حاجه عليها مكتوبه عندي في الفيتشرز بتاع الكاميرا، قطر العدسه، تمام؟ قطر العدسه ده مهم جدا، تمام؟ بيفرق معايا في ايه قطر العدسه؟ لو فرضنا مثلا العدسه دي مدوره كده، لو قطر العدسه ده كبير، تمام؟ هيديني ايه؟ هيديني مساحه رؤيه، زاويه كبيره لكن مسافه صغيره، تمام؟ هيديني انجل كبيره، هيديني انجل دي كلها كده، لو قطر العدسه مثلا كبير كده هيديني انجل كبيره لكن البعد، المسافه العموديه، المسافه الطوليه بتكون ايه؟ قصيره. انما لو قطر العدسه صغير زي كده، تمام؟ ده بيديني ايه؟ بيديني انجل صغيره لكن مسافه كبيره، تمام؟ الانجل دي صغيره، المسافه اللي هيغطيها صغيره، يعني مساحه الرؤيه بتاعت مساحه الرؤيه اللي هتغطيها الكاميرا صغيره، لكن المسافه اللي هتجيبها الكاميرا مسافه بعيده، تمام؟ فانت على اساس الابلكيشن اللي عندك انت الكاميرا دي هتعمل بيها ايه، تمام؟ انت حاططها في مكان
مثلا غرفه زي اللي انا قاعد فيها مثلا كده، غرفه مثلا 6 متر مثلا، تمام؟ فانت محتاج تجيب ايه؟ كل حاجه في الغرفه، ومش هيفرق معاك الطول، تمام؟ غير لما مثلا تحطها قدام واجهه العماره، انت عايز مثلا تجيب الشارع، تمام؟ فانت عايز تجيب الشارع ده، فانت مش عايز تجيب مثلا ايه واجهه المحلات مثلا هنا، مثلا محلات مثلا كده، وده مثلا الشارع، وانت عايز تركب الكاميرا هنا عشان تجيب المحلات دي، تمام؟ انت عايز تجيب ابواب المحلات اللي داخل واللي خارج منها مثلا، تمام؟ احنا بندي امثله بس يا شباب. فايه؟ فانت عايز كاميرا تجيب لك جزء صغير لكن مسافه طويله، تمام؟ فساعتها ايه؟ مش هتختار الكاميرا اللي قطر العرض بتاعها كبير، تختار الكاميرا اللي قطر العرض بتاعها بيكون صغير، تمام؟ بيجي مع الكاميرا في الكتالوج بتاعها جدول كده، الزاويه كام والمسافه كام، هتشوف بزاويه كذا لمسافه كذا، بزاويه كذا لمسافه كذا، تمام؟ هتشوف ايه اللي يناسبك فيها وتجيبه، تمام؟ وانت دلوقتي ده هيفرق معاك في ايه؟ ده قلنا يا شباب ايه؟ ده تاني حاجه قطر العدسه، تمام؟ يبقى اول حاجه قلنا الكاميرا الداخلي ولا خارجي، اندور ولا اوت دور، تاني حاجه قطر العدسه، ماشي يا شباب؟ تمام. تالت حاجه يا شباب نوع الحساس، السنسور. كل كاميرا بقى فيها العدسه وبعدين في السنسور، تمام؟ السنسور ده في منه نوعين، اول حاجه السنسور، واحده كده تالت حاجه السنسور، تمام؟ في السيموس، السيموس ده اتمنى تكونوا شايفين الكلام ده كده، انا بكتب بخط كبير، جوده اعلى، تمام؟ عمر افتراضي اقل، تمام؟ وفي عندك السي سي دي، تمام؟ السيموس سعره اعلى ولا سعره اقل؟ السيموس سعره اقل، تمام؟ السي سي دي جودة أقل، عمر افتراضي كبير جدا، سعر أعلى، تمام؟ ده الأكثر انتشارا، ده الأكثر انتشارا، صح كده؟ سعر أطول أقل جودة، تمام. الفرق بين ده وده، الفرق الجوهري ما بين السيموس والسي سي دي، السي سي دي بيتأثر جدا بالإضاءة، السي سي دي حساس، سي دي محتاج إضاءة قوية أو محتاج إضاءة معقولة، تمام؟ لأن إيه الحساس ده السيموس بيتأثر جدا بالإضاءة، تمام؟ السي سي دي ما بيتأثرش بالإضاءة، مش محتاج إضاءة قوية يعني، تمام يا شباب؟ السيموس ده أكتر حاجة هتلاقيه عندك في الكاميرا بتاعت التليفون، وهتلاقيه في أغلب الكاميرات اللي هو السيموس هو أكتر حاجة، أكتر حاجة منتشرة يعني السيموس، ماشي يا شباب؟ يبقى تالت حاجة إيه؟ السنسور. دي من الفيتشر اللي أنت برضه دي حاجة أنت بتختارها، يعني دي أنت تقول أنا عايز حساس سيموس، عايز حساس سي سي دي، أو لما تجيلك الكاميرا تبقى أنت عارف نوع الحساس ده وعارف إيه مزاياه وإيه عيوبه، ماشي يا شباب؟